مرحبا وبيك اكثر عايشه. لاباس صديقي؟ الحمد لله والنعمه بالله. تعرف علي مروان المحمودي من حي هلال وشيب كشباب تونس الكل. عاش فتره بتاع دمار في مخه وكل العقول معناها تختلف، كل واحد فهمت كيف، والقلوب كذلك معناها حتى القلوب تختلف فهمتني. ولكن الحاجه اللي يلزم نحن نوصلوا لها ونعرفوا اللي هو فما كمال، كمال لله معناها نحن ما ناسنا كمال فهمت، كمال ديما ربي سبحانه معناها نحن نفرق نفرقوا ونحطوا النقاط فوق فهمتني الحروف، خاطر نحن ما ناس ما ناس معناها مجعولين لهذا فهمتني. ربي هو ليس كمثله شيء، هذه الاولى. انا عشت دمار في حياتي وما خليتش حاجه ما عملتهاش، لانه انا عشت ظروف صعيبه في دنيتي فهمتني، وبارش ظروف خايبه وعشت في حومه معناها تعرف انت واحد يطلع يبراكي ولا يسرق ايش يعاودوا بيه معناها، هذيك هي بلادنا. باش نقول لك حاجه صديقي، قلت عشت دمار وعشت شنو اللي لزك انت كشاب تونسي للدمار؟ لزني كوني انا حتى بابا ما نعرفوش فهمتني، من اللي انا صغير مات وخلاني من عمري برسك في 3 سنين في العامين ما نذكر فهمت. عشت اليتم في سوسه فهمتني، الاخو والابوه فهمت، خالت تبعت براكيت سرقت كيف الزطله كليت الكستا عملتهم فهمتني. اما توا عندي برسك 6 سنين معناها انا اللي انا مرضني شيء هذا فهمتني، والضيق اللي عشته انا نعطيك كل زمان وكل مكان فهمتني، من نعسان القمرط المرنقية السواف السليانة ومعاقب فهمتني، وصلت معناها حتى شعلت النار. ها فهمتني يا وخي ما تسيرش ما نعرفش، لطف عليك ما تسيرش ما تورينيش ما تورينيش لطف عليك. علاش ما حسيتش بروحك؟ ما لازمكش الحاجه دي، ما لازمكش تعملها، ما لازمكش تضعف. انا داخل بعضي وزاد داخل بعضي في عود نداوي بالقران فهمتني كيفاش، مشيت للعباد دخلوني بعضي فهمتني، اللي تبيع لي بدون ماء فهمتني ب 150,000 واللي يبيع لي كل شيء فهمتني، وانا 6 سنين في الوحده تو انا وحدي في بالك تو عندي 6 سنين نرجعوا توك عندك 6 سنين. انت معناها قلت لي عشت اليتم، اليتم هو اللي خلاك ليتهم اللي خليك تنحرف معنا، وقلة اللهوة وقلة الفلوس، لأنه نحن كنت عندنا دار في حي المشتل عطانا الحاكم فهمتني كيف، شعبية دار شعبية يعطيك الصحة. وأمي معناها مرا ولا أبو جدي وقتها كان عامل فينا سعيد شوية كل شيء. سرقت الدجاج سرقت المعيز، سرقت باش نكذب عليك ما نكذبش عليك، باش معناها معيز معناها نقصتك سرقت مع اللي سرقت معناها فهمتني، عملتهم هذوما الكل في صغري وعملتهم فهمت، وسرقت وانطرت وبركيت ما نخبيش عليك فهمتني. لكن انا راني صغير معناها فهمتني، يحتمل انا نجم نكون فهمتني في الوقت هذاك نكبر لاباس عليا ما نعمل حتى شيء، وفما واحد اخر يكبر في الصغر يعمل كل شيء كل واحد كيفاش. اما تو اما نادم اكيد على اللي عملته بطبيعه الحال، نادم بما انه ظلم، اما خلصت انا وان شاء الله نطلع زاد ربي يسامحني فهمتني. قديش عديت من عام؟ عديت قريب توا 8 سنين وفما 10 سنين حبس. من عمرك انت مازلت صغير؟ اللي انا 16 سنه وانا توا في الحبس، انا توا عندي عامين، عام و8 شهور وعام و4 شهور ما رحت الحبس على قضايا قدم، اما الحمد لله قعدت حاسب القضايا، سمحت العباد الكل وسمحت اللي دمرني وسمحت اللي عاود بي. علاش؟ نابع علينا ربي، عندي ميمتي وخيتي واقفين معايا فهمتني، وكل شيء وتبدلت الظروف وكل شيء، صحيح مريض وكل شيء، وصحيح مازلت عندي المرض، ولكن شنو المرض؟ شنو مرض الوحده؟ وحده ديما وحده. الوحده انت تحب وحدك؟ اعطيك الصح، ديما نحب روحي وحدي، ما عادش نحب نخرط مع العباد. ليش؟ اكتئاب نو من خايبه ديما فهمتني، خايبه عرفت شنو اللي نخالته ويعطيني نتاعي، وليت انا نحكي في لغات فهمتني كيفاش، وليت نكذب نكذب نلصق في حاجات في روحي انا، بلش العباد تبعدني ولا باش العباد فهمتني نشوفها شنيا فهمتني، وليت نتحرك قدرت برشا يعطيك الصحه، وليت انا ديما نتحرك حسب فهمتني كيفاش العقل، ما عادش وليت نتحرك حسب ريتك تشوف انا مثلا بنيه ولا ولايد، والله العظيم قسما برب العزه شوفني حتى تو جربني نطيش روحي، ريت نطيش روحي نطيش روحي، وهذا الكل حتى عارف يعرفها فيا هذا يعرف. باش يجيك توا دما لا لا ما يسالش لوكيل بيدو، انا نخدم على لوكيل بيدو، لوكيل بيدو في السيكيريتي يشكر فيا توا. انا ريت الدمار هذا الكل اللي عشته، انا اليوم تصلحت، انا ولد الوطن ولد تونس. المجتمع قاعد يحس فيك على حاجات قديمه؟ حاجات قديمه بركه، انا وصلت نخدم في بولينا
تعاركت انا وواحد اسمه محسن الحسان. سمي شيء بوليس كي في حومة، بعت 6 ولا 8 الحب تلفون بعثني، واللي انا راني حارق روح والخدمة هذيا اللي في بولينا ما بعثتنيش لها الولاية، الولاية بعثتني لهذا عندها 6 سنين هاو. هذايا تعبني تتعيب وعمري ما ريتها. كيفاش؟ كل مرة تعيشني في بلاصة. كل مرة في بلاصة. كريتي يعطيك، وأنت تعرف المقاول كيف كل مرة، وأنا ديما فهمتني كيفاش نقول ما نجمش نشوف واحد يرقد نعاود بيا، أنا عشت في الحبس من حبس من ولد ولد ربط. قداش من ساعة تقعد؟ سامحني لحظة، كي واحد كيفاش يمشي يعاود بواحد في الخدمة، ما يسيت لعل أنا مريض مهبول، راهو فلان يرقد. ولا لو فلان كذا ولا هما رقدوا، وانا سبحان الله انا هكاك من عند ربي، اعطاني ربي اني نعيش بالليل. كيفاش نعيش بالليل؟ كنت قبل نهبط مرش القرون نصبح معناها فهمتني، مخي هكاك دنيتي هكاك، شنو نعمل انا ذنبي ولا شنو هو الذنب اللي فيا اللي انا معناها نقول لك راهو هذا راقد بالسيف. هذه حاجه من الحاجات خلقت. انا صحيح نشد وهاي وعارف كل شيء ونصلح، اما مش كل حاجه نعمل عليها مشكله. انت قلقك التركيز لك، ما نخليش واحد فهمتني كيفاش يخرج من خدمته في جرتي انا، خاطر انا نحب نرقد لاباس، يزيني مظلمت. صديقي انت اليوم تحس روحك مظلوم، قعدت في الخدمه من بلاصه لبلاصه. انا قلت لك يزيني مظلمت معناها في الخدمه، في الخدمه معناها كي قلت لك يزيني مظلمت علاش؟ خاطر انا كي ظلمت قبل شوف شنو صار فيا، ابتلي واحد باش نزيد خدمتي ونولي زاد بظلم اكثر هو ماهوش فيا. انا كي سرقت وشوف شنو صار فيا، مبتليه من عند ربي، ربي يخطف يراوريت ربي سبحانه يصطفي من اي عباد، نحن كلنا رانا خلق بتاع ربي، يصطفي اللي يحب والقلوب تتغير، القلوب لا يقلبها لا خالقها. التوبه في كل وقت. باهي توا الدمار هذا اللي عشت وانا سمحت عليه كما قلت، مشيت نخدم كي وهالناس. باهي ومشيت للولايه عندي 6 سنين وحرقت روحي مع الحاكم، اشني على الولايه باش يكون في علمك على الحاكم. قلت قداش هذيا؟ 2016 2017 عديت لهنا هبطت لهنا نظفت روحي وكذا واموري واضحه. اي جا شباب ديما كان كلمه شباب هذيك، تعاركت انا وياه كي تعاركت انا وياه ما نكذبش عليك، فديت محاربش وقت ما كل الاكوانين ما نكذبش عليك، هاني قاعد نفرح فيك بكل شيء وداخل بعضي وما فما ساعة. صديقي اليوم بعدت على الحربش كل شيء. شعمل يا خويا وقت اللي تحرقت روحي اسعملت مدام ورايا يرحم الله والديه، جيت قدام الولايه مشيت خويا للشؤون الاجتماعيه قلت لها مدام كذا وكذا 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 قبل هذايا راني نحكي بحل معناها ما حركتش روحي وقتها فهمتني، ما زلت ما قبلتهاش جمله، مشيت للولايه شنقطة انا حل شعمل لي في الولايه، قلت له انا تعاركت انا واحد وين الشؤون الاجتماعيه كل شيء والبوليس راني اندمرت صحيت راني ريت اي نتره تصير مروان والجنات اي بركاج يصير مروان، صحيح سرقت ما تعدينيش بكل شيء، عديتني بكل شيء، دمرت روحي نستاهل ما دمني عملت هكاك عندك الحق. اي اما انا من بعد سي تبت تبت وتحب تعيش وبتحب عليها يا شباب وكذا وكل ما نتعدى ننفعل هكاك تولي تكرهني في الحاكم اكثر. صديق الحاكم راهو كل مش كيف كيف. صديق صديقي موضوعنا مش الحاكم، سيبوا انت تبت باش ما يقولوش عاطين الميكرو لشخص انت تخدم، قعدت من بلاصه لبلاصه. البلاصه هذه اللي شوف رجعت للبلاصه اللي وقت اللي حرقت روحي دخلت بعدها قالوا لي في المركز هذا قالوا لي ابعدك من العوين راهم والباهي والخايف في كل بلاصه. باهي امشي خويا تو نشوفوا نقفوا معاك اخدموا كل شيء، صحيح وقفوا معايا والله العظيم بعد الحرق وقبلت مدام ثورايا بعد الحرق وعملوا معايا اللي به وها هاي الخدمه. وحتى بعثوني لها الخدمه ذي وبطلت منها ومشيت خدمت في بلايص اخرى ومشيت خدمت في تيبولينا وصارت لي مشاكل رجعت لها. وقفت عديت 8 شهور وكل شيء روحت منها القضيه ذي الحمد لله، كي روحت منها يعمل لك عاودوا لي الحكم فك الكورونا ما كل شيء مسكر فهمتني، يرجعوا لي العامين سرسي اللي خذيتهم حبس وحطوني اللي انا ما حضرتش وانا التو عندي الاوراق اللي انا حضرته امي معايا وعندي كل شيء وثائق. لخصوا الموضوع صديق صديق شلخصوا شلخصوا، انت قعدت تعاني من مخلفات اخطاء عملتها في الماضي. طيحت له برشا مواضيع طيحت وشيت حتى بعثني للكرتاكو باش يمثلوا غاديك عرفت من يمثلوا السيوفه اللي كانت تسرق قتل الكرتاكو في جبل الجلود واحنا سيكيورتي تابع سي اس دي سي اس دي فهمتني، والكرتاكو عندها سيكيورتيات وعباد. احكي لي على ملف اخر انت تو خليني معاك لو لاش نرجع الملف اخر، انت اليوم طالب فقط يسيبوك تخدم على روحك. بوي نخدم على روحي يرحم الله والدين والدي يا خويا ريتو عارفي ماك يا عارفي راك ظلمتني وهاني اليوم حتى عديت الحبس على قديم وجابوا لي القديم بالعاني رجعت نخدم معاك يا عارفي ديما نشكر فيك، قلت لي خدمه ايش يا خويا يا عارف هاهم التسجيلات ها هاو يا العبيد
هاي علاش يكرهوني العباد؟ على خاطر انا كل ما ندخل كي نقول كلمه بركه نقول والله راه عم عز الدين به على كلمه عم عز الدين هذيك اخويا تقيد عليها ويولي كمسول واللي يرقد واللي يندفع عليا هو اللي غاضني نبكي منه. صديقي فهمتك انت ماما ما به. هو اللي نلقيه معايا اللي نحارب عليه وبعدك نلقيه ضد. باهي صديقي نحكي له كلمتين على الام الوالده وين جنات انت ولد جناتك. جنات هاي كان في حل بوسطه تخدم فهمتني وفوندمينات. علاش قلقك؟ لا مقلقها توا مقلقها علاش؟ لانهم هما مسك حسب الله ونعم الوكيل نتاع عبيني وفي حومتي حتى كي مشيت تعركت انا وعارف كل شيء معناها وصورت وكسروا لي تليفوني ومشيت لمركز اللاك وعندي كل واقع عندي لها كل شيء عندي لها الحجج وعندي لها كل شيء اي حاجه باش تجيبها لي حتى في السرقات بتاع الكرتاجو اللي شديتهم عندي عليهم حجج كل شيء كل شيء عندي عليهم حجج الحاسين امي انت علاش تعبت وانا تعبت تو انا مريض بالاعصاب وعندي دوي اعصاب كي تعمل لي انت كيكة ومن بعديك زيد نهبط لحومتي زيد كيف كيف في حومتي يعملوا لي كيما قبل شنو اللي انا وانا عندي الاعصاب شنو اللي العايد ومن بعديك اش يعمل يحطوني مع ميمتي مسكينه خاطر فهم يعرفوها دخلت بعضها وتعبتها برشا امي مرضت عندها السكر كله تولي تعيط امي يجي يشوفها امي مريضه اكثر مني شكرا لك لكن ماشي فهمتني مسكينه على عقلها فهمتني نحب نوضح لها نحن نقول لها يوم يرني نخرج بالعين يعملوا لك في كمامستي على اساس هما واقفين معايا وعلى اساس انا ولا طحونتي هما هم يحطوني في يحطوا فيا هما توا جابوك انت لهنا باش تسهليني انا. صحيح صديقي.